نتواجد الآن في الخطوط الأمامية لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، تحديدا في كلية الطب في الجهة الشرقية من المدينة، والذي تم تحريرها بالأمس من قبل قوات الجيش الوطني بعد المعارك العنيفة التي خاضتها مع عناصر الميليشيات الانقلابية. تحرير هذه الكلية يفرض حصارا خانقا على معسكر التشريفات، هذا المبنى الأبيض الذي تلاحظونه أمامكم والذي لا زالت تتمركز فيه قناصة تابعة لعناصر الميليشيات الانقلابية. أيضا تلاحظون مبنى البنك المركزي والذي تم تحريره أيضا من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وتم اغتنام بعض الأسلحة والمعدات التي تركتها الميليشيات الانقلابية خلفها. تسمعون حتى هذه اللحظة أصوات الاشتباكات واستمرار العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الجيش الوطني من أجل الاستكمال عملية التحرير للأجزاء المتبقية والانتقال لفرض حصار خانق على مدرسة عمار بن ياسر الذي لا زالت تتمركز فيها قناصة تابعة لعناصر الميليشيات الانقلابية. إذن عمليات عسكرية متواصلة تقوم بها قوات الجيش الوطني من أجل استكمال تحرير الأجزاء المتبقية التي لا زالت تتمركز فيها عناصر الميليشيات الانقلابية هنا في الجهة الشرقية من المدينة، عاملا في استكمال عملية تحرير المدينة من قبضة الميليشيات الانقلابية. حمزة أمين، قناة بلقيس، من الجهة الشرقية لمدينة تعز.